سلام لا فامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صح مزيان. نتمنى يا ربي احوالكم تكون على خير وبخير بصحه وسلامه. اليوم البنات بغيت نوجدوا واحد لي باط، اسرع وصفه اسهل وصفه وكتجي بنينه ولذيذه بزاف، وبغيت البنات نشاركها معكم ان شاء الله، وكنتمنىكم تجربوها في اقرب وقت وتردوا عليا الخبر في كومونتير. البنات راه كتجي بنينه ولذيذه بزاف بزاف، واللي تخلى شينا البنات واستمتع بالفيديو يدير ابوني ولايك وفعل الجرس باش يوصلو كل جديد، واي واحد دخل لاشين ديالي راه اصبح واحد من عائلتي ومن اصدقائي. كنشكركم من قلبي، والله يسهل عليكم والله ينوركم يا ربي، وراكم كاملين لا فامي ديالي وكاملين كندعي معاكم يحقق لكم ربي ما نوين في قلبكم، وشكرا لكم بزاف بزاف. سلام البنات، اليوم بغيت نوجد واحد لي باط للغدا وبغيت نشاركها معكم البنات. كندير الماء يغلى مزيان حتى كيطيب، هانتوما كتشوفوا. كندير تمن معلقه ديال زيت الزيتون وشويه البنات ديال الملحه، هانتوما، وكنقبل البنات لي باط ديالي القياس اللي غادي ندير، وكنخليها البنات تسلق. وهي من بعد ما غادي تسلق ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه كيفاش غادي ندير ليها. البنات غادي نوجد لاصوص اللي غادي ندير فوق المكرونيه ديالي، هانتوما كتشوفوا عندي هنا البنات العافيه مهيله، وعندي معلقه ديال النشا ها هي، ندير معاها البنات معلقه الزبده، هانتوما البنات كتبقاو تخلطوها مع هاد النشا حتى كذوب الزبدة ديالكم. هانتوما البنات دابا هي الزبده ديالنا دابت وتلابست بالنشا، هانتوما شوفوا كيفاش رجعت كدير، هانتوما ها. غادي نزيدو البنات كاس ديال الحليب ديال العنبه، والمقارونية البنات راه عندنا تسلقات ودرتها في الصفاي باش تصفى ليا تقطر ليا من الماء البنات، بيد ما يوجد الصوص ديالي تكون هي تسقطرات. هانتوما البنات من بعد ما وجد الصوص ديالنا، هانتوما كتشوفوا كيفاش رجع، ها راه البنات كيجي رائع، وكيجي مع لي باط بهالطريقه اللي غادي نصيبها البنات كيجي ممتاز. هانتوما راه رجع كريمه، ها هو كيطيب البنات وانا تنحرك، هانتوما البنات ها راه كيرجع كريمه ثقيله. ندوزو نوريكم المقرونيه ديالي من بعد ما تسقطرات من الماء. هيا البنات المقرونيه ديالي من بعد ما تسقطرات ليا دابا من الماء، وغادي ندير عليها البنات الطون ديالي، هانتوما البنات من بعد ما تنخلط المقرونيه ديالي مع الطوم
باش تلبس ليا مزيان. الملحه البنات ديروا على حسب الذوق ديالكم، انا راني سلقت المكرونيه بالملحه وعندي الطون مالحه البنات، ما غاديش نزيد الملح، وعندي الفرماج مالحه البنات. هانتوما البنات من بعد ما خلطتها مزيان مع الطون، غنقاد اللاطه ديالي وغادي ندير الفرماج. هانتوما البنات دبر قديت اللاطه ديالي وغندير البنات شويه ديال الفرماج. هانتوما البنات وغادي البنات نكب الصوص ديالي. نتوما البنات حاولوا تقادوا هكايا، ودابا البنات غادي نديرو الفرماج ديالنا على الوجه وغادي ندخلها البنات للفران. ثم البنات انا راه كندير البكيه كامله ديال الفرماج باش يجيني الفرماج فيها بزايد. هانتوما البنات انا غادي دابا ندخلها الفران، وخاص الفران ديالكم يكون سخون مزيان. وهذا البنات هو الشكل النهائي ديال المكرونيه ديالنا بالطون وفرماج. هانتوما كي كتشوفوا كيفاش جات، راه كتجي رائعه وممتازه البنات، وراه الذ وصفه. جربوها البنات في اقرب وقت وردوا عليا في الكومونتير، واللي استمتعت بالفيديو دير لايك وابوني تفعل الجرس باش يوصلك الجديد ان شاء الله.